عم بتقول انه اختلفت مع وليد جنبلاط بامور عديده واتفقت بامور عديده. لومه لانه انتخب ميشيل عون رئيس الجمهوريه؟ لا هو ما بلومه بهاي، بلوم سعد الحريري وسمير جعجع. هذا الخيار بالتحديد اللي هو ميشيل عون خيار خاطئ، وكان شايفها منيح نبيه بري. قال نبيه بري ما عم ننتخب رئيس، عم ننتخب رئيسين. انتبهوا شو يعني رئيسين؟ يعني ميشيل عون وجبران باسيل. ما عليك نيح؟ لو كنت حضرتك رئيس جمهورية شو بتقدر كنت تعمل بما يتعلق بحزب الله ودخوله إلى سوريا؟ كيف تعمل؟ ما بغطيها، ما بغطيها. وهذه الصفقة باعت لبنان للمحور الإيراني، باعته. مين أرباب الصفقة؟ ميشيل عون وحسن نصر الله. الاتصالات والكهرباء كانت ضمن الصفقة، فإذن هيدي الصفقة بين الأستاذ نادر والأستاذ جبران. خيفين من الدم بالشارع؟ ايه طبعا، الدم بالشارع والدم من برا. بس مين بده؟ خايف من اثنين. ليش اول شيء الدم بالشارع ليه؟ مين بده يقاتل مين؟ ما كلنا جعانين. لا لا لا، الناس رح تقاتل حالها، رح تقاتل ما بقي من مؤسسات. والدم من برا اللي بعد في جيش وقوى امن. في حدا عنده مصلحة ما يبقوا؟ اللي عامل جيش تاني بتجي مرحلة بيقول لك انا ما بقى بدي جيش تاني. بس هذه العقلية في بعدها هي عقلية تخريبية للبنان، ما بيقدر حدا يشترك معه، مش مصطفى أديب ولك مش حسان دياب. منيح؟ ما قدرت فاهم معه، مش حسان دياب ما قدرت فاهم معه. منين ال 40 مليار تبع العجز الكهرباء؟ لو نزل لي 20 مليار منهم ما علقنا، كنا دفعنا مليارين تبع ديون السندات. طيب سندات على مليار وشوي ما دفعناه، 400 مليون كمان خطأ. هذا خطأ تاريخي، لأنه ما في استراتيجية من بعد عدم الدفع. لأنه حسان دياب والقرطة اللي كانت من بيفاني وجر حواليه واللي بعدهم عم ببرعطوا شمال ويمين، استراتيجية تخريب على اقتصاد لبنان لأغراض خاصة. واحد بده يعمل حاكم المصرف لبنان، تاني عم بيحلم ياخد طاره من فليتان، تاني بده يقضي على رياض سلامة. مين بده يقضي على رياض سلامة؟ يعني جربوا يقضوا عليه عدة مرات، يزتوه برا أو يحطوه بالحبس. مش هيك؟ تجربة الأربع سنوات أفقدت الثقة بهذا العهد نهائيا من كل الأطراف. في كلام عم ينقال أنه الرئيس رئيس الجمهورية بده يعني يدرس الوضع قبل ما نعمل استشارات نيابية. هاي يدرس، نعرف دراساته، إذا دراساته وصلت البلد لهون بلا دراسات. إذا صار في انحلال أمني داخلي بدك مين يلم؟ إذا ما فيك تقول لحزب الله لما الوضع. نعم، نقسم بلد طائفيان بأوصل الناس على بعضهم. بقول لك من هلا انه رايحين على العنف.